مشيت برا ومهريم مريم هاي دادي It doesn't hurt, Mama. It's so kind. Hi, Mr. Peacock. Bravo. كل ما اطلع شنو عم يلعب مبسوط ما في ما اشكر الله هيك على هدية عن جد البرايسلس الرائع اللي عطانا اياها واتذكر العجيبه اللي فيها اجا نوا بتذكر بعد 3 سنين زواج بس قررنا بدنا يكون عنا بيبي وهيك بفكر الانسان مرات انه كل شيء بالتخطيط بيمشي اكتشفنا انه في كتير مشاكل بصحته مش قادره اكون عم بحبل ويكون عنده بيبي كانت صدمه كتير كبيره لإلي خصوصا بس تعرف الديتيلز انه لا الدوره الشهريه ظابطه عندي ولا واكتشفنا انه عندي تيوب او انبوب من الانبوبين اللي من خلالهم بيجي الولد مسكر وعنده التهابات وكان الحل انه اعمل عمليه تيسكروا هذا التيوب وما يعدل التيوب الثاني وبتقل فرص الحمل لل 50% كانت وقت كتير صعب لإلي على 6 أشهر هيك من حكيم لحكيم وأدوية وأزعل كتير وأحس بالإحباط كل مرة أكتشف أنه ماني حامل ويمكن تركيز على هذا الموضوع تنقلكم أنه قدام هم وحكينا بأوقات سابقة قدام هم العلاقة مع يسوع كانت ماريان متمسكة بالكلام اللي عم نقريه من الإنجيل وبعجائب يسوع كلها طلعت لك آية كتير مهمة بهذه الفترة أنت وعم بتصلي وما عم بتوقف. صح الآية اللي كتير تمسكت فيها كنت هيك كتير عم بسمع وعظ من الرب كلام من الرب وعم بقرأ كتير بالكتاب المقدس وبتقول ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أوسع مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك لا تمسكي لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أمما فهذا هيك هذا المقطع بإشعيا كتير عنالي ليه لأن مثل بيحكي مع الشخص يلي الصلاة اللي عم بيصليها ما عم تستجيب بيقول لهيدا الامرأة العاقر ما تفقد الأمل فرحي وتهللي حتى بالوقت الصعب ووسعي خيمتك لأن رح باركي بكتير أولاد فأنا هون مثل هاي المرأة كنت حزينة بوقت من الأوقات بس هيك حسيت الربع بقلي بدك تفرح بدك ترفض الحزن بدك ترفض الوضع اللي انت فيه وبإيمان بدك تعلني توسعي خيمتك أو توسعي بيتك حتى لما ما عم تشوفي بعد العجيبة وأنا بشهد على هذا الشيء إنه قبل بشهر من ما العملية كنا مقررين قالوا لنا الحكمة بأهم مستشفى بلبنان الـ AUH إنه عندكم شهر بس لازم تعمل ماريان العملية بشهد إنه ماريان كانت عم بتصلي كل يوم أنا عم صلي معها كل يوم بس عملت التست وعلى أساس إنه ما في بيبي ورايحين على العملية بس ما قبلت ماريان تستسلم وكملت تصلي وأنا ماني عارف شو اللي صار وهيك قبل بشهر من موعد العملية اكتشفنا ان انا pregnant وما بخبركم الدموع والفرح والبكي الفرح يعني اللي حسيناه بهالوقت وعن جد من هيدا الاختبار اول شيء الرب كتير وسع لي ايماني وكبرني بالايمان وخلينا عن جد اعرف انه انا وعم بمرق بظروف صعبة بدي يكون عندي فرح الفرح الرب قواتي مزبوط لان الشيطان عارف انه لما ما يكون عنا فرح نحن مهزومين كمؤمنين وما عنا سلطان وكنت هيك نرفض الوضع اللي نحن فيه اللي الشيطان حطتنا فيه ونفرح ونتمسك بوعود الله وهيدا هو السر تحت لنال وعود وتحقق صلواتنا وانا بدي اقول انه زاد شيء كان الايمان لإلي ماريان اللي عملته شجعني اكيد النهار اللي قامت على بكره على الساعه 6:30 وقربت وعم تفرجيني التست لان اول تست طلع مش مزبوط بس ماريان قلت له يا رب انا حاسه انه انت بتحب اولادك ورح اعمل تست بعد نهارين وعملته وانا ماني عارف وفاتت لعندي على الاوضه وقالت لي بيب صرت داد ورح يكون عندنا نوال صغير وهيدي قصتنا اذا اليوم حدا منكم عم بيشوف هالشي ما بتستسلم لا تسمع ناس
وما شئت الله يجيك ولاد، بس ما تستسلم، ضلك صلي، يكون عندك إيمان أنت حبت الخردل، وصدقوني باسم يسوع رح يجي البيبي تبعكم. يسوع عطاني إياك، بقلبي رح خبيك، حياتي رح بعطيك يا ماما. يسوع عطاني إياك، بقلبي رح خبيك، حياتي رح بعطيك يا ماما. وقت عرفنا بالعجيبة الرائعة إنه نواة جاية، كانت العائلة والأحبة ناطرين تيسمعوا خبر ومش عارفين إنه ماريان حبلت. أهل مرتي اللي بحبونا كتير، أصدقائنا رامي ونسرين اللي صالبونا كتير، وغيرون كتير فرح ما كان سيعون. بابي we love you, we miss you. ما توجي على مامي، هي بظهرها بزعل منك. نواف هيدا اللي بتحبك. الدكتور 9 months. ما بعرف هلا بس يلا go two come in three bad seven eight bravo nine ten. Jesus helps your heart. I love you. Love you. I love you, Papi. No, I love you. يسوع رح يحميك، نمشي سوا الطريق، وعكتافي رح عليك يا بابا. مونيك بحر جديد أز ثالث واحد رئيس حبيب قلبي والبيبي دو هوني. We are in love with this little angel. منموت فيه excited. احساس منه عادي، ما حدا بيقدر يفهمه لو فسروا له غير ما نحسه نحن الاشخاص. البريكن صغيرة ماشين كيف Mommy, be careful. Don't drop water on the floor, please. عيد نوا، مفروض نوا هو ينقي موضوع الزينة تبعه، بس مين نقى؟ مسيو رمان. طب ما معقول انه ما بعرف اذا خلقان بعيد الشجر، طب ما الي حق انه نقي اول شجرة مثلا؟ بس اذا التيب تبعي شو بتكون شجر عندي؟ شو كثير انواع شجر بتحبوها؟ اوكي بقى ما فيها شيء انه نقيت هذا الشيء كرمال نواة، لا لانه شيء كثير حلو، واكيد انه نواة بحب العين. نواة هو الهدية من السماء، يسوع هو القادر انه يصنع عجائب. Thank you.
الآية اللي بتجي على رأسي هي من أفسس 23، هو القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. نفسنا بتمجد الله وبتبارك الله لآخر نهار بحياتنا على هيدي الهدية وعلى كل بركات الله بحياتنا. باركي إله السماوات من شفى وضمض جراحك، من بالخير أشبع حياتك. اهتفي لخالق الأكوان، اهتفي اهتفي اهتفي.